السلام عليكم. مباراة الريال ضد قادش اليوم، نرجو هذا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد، ونستمر معكم البث بدون تقطيع. يستضيف فريق ريال مدريد نظيره قادش اليوم في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياغو ضمن مباريات الجولة 34 لمنافسات بطولة الدوري الأسباني الممتاز. ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 84 نقطة، فيما يأتي برشلونة وصيفا برصيد 73 نقطة. ويحتاج ريال مدريد لأربع نقاط للتتويج رسميا بلقب الدوري الأسباني، وفي حال الفوز على قادش وسقوط برشلونة أمام جيرونا سيتوج الملكي بلقب الليغا للمرة 36 في تاريخه. ويخوض الريال اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، خاصة أن الفريق حقق الفوز في آخر خمس مباريات بالدوري الأسباني، كما أنه تعادل مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا. ويرغب الملكي في حسم بطولة الدوري من أجل التفرغ للنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل في تخطي عقبة بايرن ميونخ في نصف النهائي وضرب موعدا جديدا في نهائي دوري الأبطال خلال الموسم الحالي. ويتطلع فريق قادش للتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في معركته لتفادي الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر والثالث من القاع برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط خلف المنطقة الآمنة. نتمنى التوفيق للفريقين ومشاهدة ممتعة لحضراتكم. نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد، ونستمر معكم البث بدون تقطيع.